بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سألت ربع الندى، سألت ربع الندى والدمع ينهمل. لسان حال الحوراء زينب سلام الله عليها. بعد هذا قلب زينب بعد هالأيام وهالليالي. سألت ربع الندى والدمع ينهمل، عن معشر ها هنا عهدي بهم. قرأوا إياها. نزلوا أين استقلوا عن الأوطان وارتحلوا. يا أبا عبد الله وارتحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم لا عباس لا حسين يا زينب. وارتحلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. ماذا تتمنى زينب؟ ماذا تريد زينب؟ صاحت نذرا علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطاف ريحانا. يا بعد هيهات دهر بيكم يعود، ورد شيل راسي بيكم اردوا. يعود بالله جاوبها اردوا. يعود ترد جفوف ابو فاضل، او ترد جفوف ابو فاضل للجنود، وتتلايم ويل جروح الاكبار. الى ان تتوجه زينب، توجهت الى المدينة، توجهت الى امها الزهراء. تعالي تعالي يا حسن يا امي تعالي، ون ون ولو قليلة على حساب الزهراء. تعالي تعالي يا حسن يا
تعال تعالي وشوفي كربلا ايش سوت بحال. انا طلعت من المدينة براس عاي واخوتي عيني ميني وعايش مايلي يما بيتي انا بيتي وصفا من الزلم خالي نصحي ويت خويا يضربوني ونصحت بويا يشتموني عقبكم يا اهلي عمن عيوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لتعجيل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ولقبول مجلسنا وشفاء مرضانا إن شاء الله وشفاء المريض المنظور الأخ العزيز عدنان. عطروا أفواهكم والمجلس بذكر الصلاة بأعلى أعلى الأصوات. أحسنتم مولانا. الآية الكريمة إخواني التي مرت على مسامعكم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية الكريمة في سورة فصلت، وسورة فصلت لها اسمان. بس دققوا يا حبيبي خاطر نطلع أفضلية أهل البيت من القرآن. زين، سورة فصلت لها اسمان، ونحن نعلم على أن بعض السور لها اسمان وبعض السور عندها ثلاث وبعض السور عندها أربعة. مثلا لما تجي مثلا سورة مثلا نفرض الدهر، سورة الدهر يا سورة، سورة هل أتى يا سورة، سورة الإنسان كم اسم لها؟ ثلاث. زين، سورة التوحيد، سورة الإخلاص مثلا، شوف اسمان. مثلا سورة المسد، سورة تبت يدا مثلا أو تبت. زين، أكو بعض السور لا، سورة الحمد كم اسم لها؟ سبعة. سورة الحمد لها، سورة سليمان، سورة النمل، سورة واحدة هي سليمان والنمل واحدة. زين، على العموم مولانا العزيز هذه السورة كذلك لها اسمان وكلش دقيق اسمها. الاسم الأول هو فصلت، سورة فصلت. الاسم الآخر لها تسمى حاميم السجدة، حاميم السجدة. ليش حاميم السجدة؟ لأن عندنا سورة شنو اسمها؟ سورة السجدة، ليش وحدها سجدة، ليش سورة السجدة. فللتمييز بين تلك السورة وهذه السورة إيش خلينا؟ خلينا حاميم السجدة وسورة السجدة. واضح حبيبي شنو صار؟ هذه السورة سورة فصلت عبارة عن 54 آية، 54 آية وهي مكية. ونحن نعلم على أن السور المكية، مئات المرات ذكرتها لكم مولان أن السور المكية تتكلم عن المعاد، تتكلم عن الجنة، عن النار، عن الترغيب، عن الترهيب، عن التوحيد. هذه سور مكية. السور المدنية تتكلم عن الأمور الأخلاقية، تتكلم عن طريقة معاملتك مع النبي، مع المؤمنين. إنما المؤمنين مثلا، إنما المؤمنون إخوة مثلا، هاي سور شنو؟ سور لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هاي سور شنو؟ هذا عادة مدنية. السور الأخلاقية سور مدنية، بس السور معاد وجنة ونار وترغيب وترهيب ونبوة وتوحيد وكذا، هذا شنو مولانا؟ سور مكية. فسورة فصلت سورة مكية 54 آية ولها فضائل. أذكر لك واحدة بس، أنا كم واحدة أنا كاتبهن، بس واحدة أذكر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي كم آية بها؟ 54. عفية. قال رسول الله: من قرأ سورة حاميم السجدة، اللي يقرأها شنو أجره؟ من قرأ سورة حاميم السجدة أعطي بكل حرف منها، بكل حرف، مو بكل كلمة، بكل حرف
أعطي بكل حرف منها 10 حسنات. خوش، إحنا جينا حسبنا مولانا كم حرف بيها؟ بيها 2000، بيها 3282 حرف. بيها 3282 حرف، على كل حرف 10 حسنات، إيش قد يصير؟ 32820 حسنة. إذا تقرأ سورة فصلت، مو حكاية 32820 حسنة، مو كلمة مولانا، بكل حرف 10 حسنات. زين، لكن هذه بشرطها وشروطها، مو مجرد لقلقة لسان، مو كل من يقرأها يأخذ أجرها، واضح مولانا؟ مثلا اللي يقرأ سورة الفجر يطب الجنة، يكون مع الحسين في درجته، خو أكو ناس مولانا صم يحبون الحسين ويبغضون الحسين وينصبون العداء مع الحسين ويخلون ليلة عرسهم ليلة شهادة الحسين ويقرأ سورة الفجر، هم يصير مع الحسين بالجنة؟ طبعا لا، لا وستة بعد، واضح مولانا؟ فإذا هاي القراءة، قراءة الآيات وقراءة السور وقراءة هذه كلها بشرطها وشروطها، أن أقرأ الآية وأن أعمل بما فيها، أن أقرأ السورة وأعمل بما فيها، مو مجرد بس قراءة، قراءة لا. زين، هذا بالنسبة إلى فضيلة سورة فصلت. هسا نطب الآية الكريمة، اسمع مولانا الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا. الله أمرنا، إذا سمعت لك أنت أسألك رد علي، أنت من بين، من بين السيء والأسوأ، العاقل، العاقل، أنا ما أقول فلان لو علان، العاقل من بين السيء والأسوأ إيش تختار؟ السيء. زين، من بين السيء والحسن، الحسن، العاقل إيش يتبع؟ الحسن. من بين الحسن والأحسن، الأحسن. زين، هسا ندور من بين العالم والأعلم إيش تتبع أنت؟ الأعلم. من بين الشجاع والأشجع، الأشجع. من بين العادل والأعدل، الأعدل. تعالوا أنا وياكم وهاي العقلاء كلها موجودة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أعلمكم، علي أشجعكم، علي أقضاكم، علي أعدلكم، علي 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 خير البشر، ومن أباه فقد كفر. إذن الله أعطانا أحسن الأشياء، شي يرد من عندنا؟ أحسن شيء. اللي ينطيك أحسن شيء شو يريد منك؟ الآن تجيب لك بنا، أنت يبني لك، تعطي أحسن المواد، يبني لك هيك بناء مخربط، شو تقول له؟ تقول له أنا أعطيتك أحسن شيء، كنت تعطيني أحسن شيء. الله سبحانه وتعالى صورنا، ها، فأحسن صوركم، فأحسن. إحنا ترى أجمل، أجمل المخلوقات، من بين كل المخلوقات ترى إحنا أجمل المخلوقات البشر. فأحسن صوركم، الهيكل هندامنا، هيكلنا، كل أغلب الحيوانات يمشون على وجههم، صح ولا لا؟ الوجه يصير إلى الأرض، بس الإنسان من يمشي رأسه مرفوع، صح؟ في أحسن تقويم، في أحسن تقويم. شوف الهيكل أحسن تقويم، الصورة أحسن. زين، بعد مولانا أرسل لنا كتاب وهو القرآن، شو يسمي؟ أحسن القصص. بعد أحسن الحديث، هذا كتابنا. حكم الله شنو؟ ومن أحسن من الله حكمه. إذن الصور أحسن، الخلق، الهيكل أحسن، الكتاب أحسن، الحكم أحسن. إذن الله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله كل الله شنو طالنا؟ طالنا أحسن. شيرد من عندنا ليبلوكم، هو طالنا، هو طالنا الأحسن. إحنا شنو نطي؟ نطي الأحسن. نقرأ القرآن شو يقول؟ ليبلوكم أيكم أحسنوا، ما قال الحسن، يريد العمل شنو؟ الأحسن. ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا، يقول لك اعطيتك أحسن، أخذ منك الأحسن. التحية، فحيوا بأحسن، بأحسن منها التحية. معاملتك مع أموال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثلاثة، الجدال، وجادلهم بالتي هي عافية، أحسن. شو كله أحسن؟ شرد من عندك الله سبحانه وتعالى، أريد الأشياء أحسن. زين، تسمع لك حسن أقوال كثيرة، أنواع الأقوال، تتبع أحسن الأقوال. وين الآية؟ الذين يستمعون القول فيتبعون عافية. شو يستمعون القول فيتبعون أحسن، العاقل يتبع أحسن الأشياء، واضح مولانا؟ زين، هسا إذا الله طالنا الأحسن ويريد من عندنا الأحسن،
ويريد اتباع أحسن الأقوال. ياهو اللي عنده أحسن الأقوال. الله يقول اللي عنده أحسن الأقوال عنده ثلاث صفات. اللي عنده ثلاث صفات عنده أحسن الأقوال حسب الآية. هسه نرجع لآيتنا سورة فصلت آية 33. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا. عرفت المقدمة ايش صارت؟ هسه ياهو عنده أحسن قول اللي أنا أتبعه. زين، قال اللي عنده ثلاث صفات. أولا ممن دعا إلى الله. اللي عنده أحسن الأقوال يدعو إلى من؟ إلى الله. اللي يدعو إلى الله عنده مو حسن، عنده أحسن الأقوال، وأنا أمرت أن أتبع أحسن الأقوال. زين، بعد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا الذي دعا إلى الله ياهو بثلاث آراء بأكثر، بس أنا ثلاثة أذكر. الرأي الأول، الرأي الأول عندنا وعند الجماعة إيش قالوا؟ قالوا الرأي الأول الذي دعا إلى الله المؤذن. المؤذن يدعو إلى الله لولا بعد يدعو إلى الله. المؤذن موسى الله أكبر، يعني تعالوا إلى الله بعد. زين، يصيح أشهد أن لا إله إلا الله، يعني قاعد يدعو. زين، بعد يصيح بس أردها شوية عالية خاطر يصير عندي واس، لأن أنا برأيي أن نور المجلس وبركة المجلس وعزم المجلس والبكاء والدمع وكله كله وقبول المجالس بالصلاة على محمد وآل محمد. زين، لما يصلي على النبي ويعتقد أنه أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بعدين أشهد أن عليا ولي الله، أنه يدعو إلى الله، يصيح حي على الصلاة يدعو إلى الله، لولا حي على الفلاح حي على خير العمل، ياهو خير العمل هم الصلاة وهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حي على خير العمل حي. هاي كلها شو دعوة ولا مو دعوة؟ هاي كلها دعوة. فش قالوا؟ قالوا المؤذن يدعو إلى الله، فأحسن الأقوال الذي دعا إلى الله ياهو المؤذن. والآية تشير إلى مؤذن رسول الله، أول مؤذن ياهو بلال. فالآية قالوا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الذي دعا إلى الله هو بلال يعني المؤذن. زين، فهذول إحنا كنا نتبعهم. هذا رأي، هذا رأي. زين، ورأي مقبول هم لا بأس به. الرأي الثاني، الرأي الثاني قالوا لا، الرأي الثاني صحيح المؤذن على العين والرأس ها مولانا، لكن أكو واحد أعظم من المؤذن الذي علم المؤذن الأذان، الذي يأمر المؤذن أن يؤذن. ها ياهو قالوا الذي دعا إلى الله هو محمد المصطفى. شنو الدليل؟ نربط آية بآية، هاي يسمونها تفسير آية بآية، تفسير قرآن بالقرآن. زين، هاي الآية ايش قالت سورة فصلت؟ قالت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قلنا النبي، ليش النبي؟ أكو آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم وياي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا بعد ومبشرا بعد ونذيرا بعد وداعيا إلى الله بإذنه. وداعيا يا والد النبي، وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن الله أمرنا أن نتبع أحسن الأقوال، ياهو ممن دعا إلى الله، ياهو اللي دعا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. آية ثانية تعبر عنه ممن دعا إلى الله، هذا رأي ثاني. إحنا عندنا رأي ثالث، عندنا رأي ثالث، إحنا ما يصير ما نجيب هذا الرأي الثالث، كون نجيبه مولانا. زين، هذا الرأي الثالث نقول بالإضافة إلى أن رسول الله دعا إلى الله، عندنا شخصية ثانية مثلت نفس رسول الله. زين، فكل ما لرسول الله من صفات نحملها إلى هذا الشخص اللي هو نفس رسول الله. يا مولانا خلنا نقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم بعد ونساءنا بعد وأنفسنا. الله، أنفسنا، اتفاق العلماء، كل العلماء على أن الله سبحانه وتعالى عبر عن هذا الشخص بنفس رسول الله، وهو مولانا ومقتدانا وقائدنا ورائدنا وكعبتنا وسيدنا أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين حلال الكتائب ومظهر العجائب وسهم الله الصائب أسد الله الغالب غالب كل غالب أبو الحسن علي بن أبي طالب. فهو الله قاعد يعبر عنه يقول نفس رسول الله. كل شيء، كل ما عند النبي عند الإمام علي، بس النبي طلع قيد واحد، شنو مولانا؟ إلا أنه
لا نبي بعدي، بس إلا أنه لا نبي بعدي. إذن كل صفات النبي نطبقها على من؟ على الإمام علي. نرجع للآية، شو تقول الآية؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. زين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، علي بن أبي طالب شاهدا، لأن وأنفسنا وأنفسكم شاهدا، بعد مبشرا علي بن أبي طالب مبشرا، ونذيرا علي بن أبي طالب نذيرا، وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه، علي بن أبي طالب هو الداعي إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، علي بن أبي طالب هو السراج المنير. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله رسول الله بالإضافة إلى النبي بعقيدتنا علي وأولاده علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، لأن هو مكمل الداعي إلى الله، مكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ياه أمير المؤمنين وأولاده علي بن أبي طالب الحسن والحسين، ومن ثم من من أولاد الحسين عليهم السلام جميعا. زين، خلني نكمل. قال قلت لك هذا الذي عند أحسن الأقوال كم صفة عنده بالآية؟ ثلاث. هسه ذكرت لك وحدة، وحدة ذكرتها ممن دعا إلى الله. زين، الثانية لا ما تكفي بس هاي، قال وعمل صالحا. الدعوة باللسان ما تكفي، شو تريد؟ تريد عمل، وإلا أنا مهدي أصيح صلوا وأنا ما أصلي، ها؟ لا تبوقون وأنا بوق، سير؟ لا، الذي يدعو إلى الله يدعو إلى الحق، كن يعمل عمل، يعمل عمل الصالح. زين، وعمل صالحا. هسه تعال هنا انا وياك، احنا عندنا عمل حسن وعندنا عمل صالح. شنو الفرق بين الحسن والصالح؟ العمل الحسن مولانا يفيد بفائده، هسه لو لله لو مو لله، زين، يسمونه عمل حسن، بس العمل اذا كان بفائده ولله شو يسمونه؟ صالح. يعني مثلا هسه واحد يجي له فقير، قال والله تعال قدام الناس، هاي الجمهور ما شاء الله الله يحفظكم ويديمكم، قدام الناس قال والله تعال كب هاي 10 دنانير ولا اشوفك بعد هنا، قدام الناس خاطر اراوي نفسي مولانا، زين، خاطر قال ما انا خير انا كريم معنا كريم. زين، هسه هذا الرجال اعطى 10 دنانير، ما كان عمله لله، بس الفقير استفاد العشر اللي ما استفادن، استفادوا 6 مولانا بعد، هذا انت لله مو لله، هذا 10 دنانير استفادن بعد خداهن وراح، واضح حبيبي؟ هذا يسمونه عمل حسن، هذا عمل صحيح، هذا مو لله، بس هذا 10 دنانير خلاص استفاد عمل حسن. بس اذا بينك وبين الفقير تروح وتعطيه 10 دنانير، ها، هم بفائده وهم لله، شو يسمونه؟ عمل صالح. واضح شلون صار مولانا؟ اذا الاعمال التي فيها فائده وتكون لله هي اعمال صالحه. هاي الاعمال الصالحه الذي يعمل عمل صالح يسمونه من الصالحين. 3 انواع هذولي، 3 طبقات، 1 2 3، زين، 3 طبقات. انزل طبقه، انزل درجه، انزل صنف، احنا الناس العوام كل من يسوى عمل صالح يسمونه من الصالحين، صح ولا لا؟ انا وياك الناس العوام، العوام مثل انا وياك اللي نسوي اعمال صالحه يسمونه من الصالحين. وين؟ بسم الله، اقرا وياي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هذول هم العوام. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، هاي 2. آية ثالثة، بسم الله الرحمن الرحيم، واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. هاي كل هذول هم العوام. اذا كل من يعمل عمل صالح يقولوا له من الصالحين. اسمع عيوني، اسمع. زين، الدرجة الثانية اللي أعلى من الصالحين هذولي، درجة ثانية، ياهم الأنبياء، الأنبياء، الأنبياء من الصالحين اللي هم من الصالحين، بس من الصالحين مو مثل العوام، أعلى من عندنا. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شوف إبراهيم، إبراهيم من الصالحين لولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنه لمن الصالحين. ياهم إبراهيم من الصالحين درجة أولى ولا ثانية؟ الثانية اللي أعلى، واضح مولانا؟ آية ثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ها، من الصالحين يا درجة ثانية ذو الأنبياء. أعطيك بعد آية، بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أنبياء بعد، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، صالحين، هذول من الصالحين درجة ثانية. ها، هسا اسمعني، الله يقول هذولي اللي درجة أولى إحنا العوام، إذا تكثر بعمل الصالح أحشرك
ويا الصالحين اللي في الدرجة الثانية. شو يقول؟ يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذول العوام قاعد يسوي عمل صالح بعد. يعني احنا اذا نكثر توجع عيوني اترجاك رجاء تتوجه، لانه هذه شويه نقطه حساسه هذه. زين احنا العوام اذا نكثر بعمل الصالح الله وين يودينا؟ يحشرنا مع الصالحين درجه الثانيه اللي هم اياهم الانبياء. شو يقول؟ عافية شو جاي يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات، يعني سوى عمل صالح، ولهذا وصفه بعمل الصالحات. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. اذا تكثر عمل صالح الله وين يدخلك؟ في الصالحين، يا صالحين درجه ثانيه. زين هسه تعال عندنا صالحين درجه ثالثه اعلى من الانبياء. وياهم هذول اعلى من الانبياء، بحيث ان ابراهيم، مو ابراهيم من الصالحين لولا؟ مو قلنا ابراهيم من الصالحين؟ شو يقول ابراهيم؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. ابراهيم انت من الصالحين، شلون تقول الحقني بالصالحين؟ اذا اكو صالحين اعلى من ابراهيم. عندنا صالحين درجه ثالثه في اعلى عليين، واضح مولانا؟ اللي ابراهيم يتمنى ان يحشر وياهم. زين بعد سؤال، يوسف من الصالحين لولا؟ من الصالحين يوسف، نبي من الانبياء، صالحين درجه ثانيه بعد. هسه شو يقول يوسف؟ يقول ربي بسم الله الرحمن الرحيم توفني مسلما والحقني بالصالحين. ابراهيم يتمنى ان يتوفى مع الصالحين، يوسف يتمنى ان يتوفى مع الصالحين، يحشر مع الصالحين، يا صوبنا الصالحين. اكو صالحين درجه ثالثه، اعطيك بعد واحد، سليمان. سليمان من الصالحين لولا؟ من الصالحين. بالله اقرا وياي انا لان الايه طويله انساها. زين بسم الله الرحمن الرحيم، وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون، حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيتها النمل، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ياهو سليمان، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني، يعني ألهمني، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني هنا 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 وأدخلني برحمتك في عبادك. هو من الصالحين، يقول له ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن اكو صالحين اعلى من سليمان. هاي كلمه عبادك الصالحين احفظها، وادخلني برحمتك في عبادك، هاي حكايتين عبادك الصالحين احفظها. إذن ابراهيم من الصالحين درجه ثانيه يتمنى ان يصير ويا الثالثه، يوسف من الصالحين درجه ثانيه يتمنى ان يصير مع الثالثه، بعد ياهو سليمان من الصالحين درجه ثانيه يتمنى ان يكون مع الثالث. شاياهم الثالثه هذول، الثالثة نعطيك آيات احنا. الثالثة برأينا قبل لا أجيب الآية مولانا، الذين هم في أعلى عليين وهم محمد وآل محمد. في آية أعطيك لرسول الله آية وللإمام المهدي آية، اللي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآية شو تقول؟ تقول وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. تعرف التولي يعني شنو؟ يتولى الصالحين يعني مولى على من؟ على الصالحين، يعني سيد على اليمن على الصالحين، على الصالحين الدرجتين اثنين الصنفين، هم العوام وهم الانبياء. اذا رسول الله مولى عليهم لو مو مولى عليهم؟ مولى على الانبياء. ولهذا اذا كان رسول الله مولى على الصالحين وعلى الصالحين الطبقتين الدرجتين، ايش قال النبي؟ انا اسالك، رسول الله مولى على الانس لولا؟ انت قل لي ايه وانا جاوبك، بس احكي وياي. زين رسول الله مولى على الانس لولا؟ ايه. رسول الله مولى على الجن لولا؟ نعم. مولى على آدم لولا؟ نعم. مولى على نوح إبراهيم وموسى وعيسى وهود وصالح وداود وسليمان والأنبياء لولا؟ نعم. رسول الله مولى على جبرائيل؟ مولى على ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل؟ رسول الله مولى على الملائكة لولا؟ رسول الله مولى على الأولين والآخرين. فإذا كان رسول الله يتولى الصالحين ومولى على الأولين والآخرين ومولى على الأنبياء ومولى على الملائكة ومولى على الصالحين ومولى على كل شيء، ألا فمن كنت مولى فهذا علي مولى. إذا كان رسول الله مولى على الأولين والآخرين ومولى على الصالحين، فعلي بن أبي طالب مولى على الأولين والآخرين ومولى على الصالحين الدرجتين الطبقتين الأولى والثانية، لأن هذا رسول الله يقول من كنت مولى فهذا علي مولى. والقرآن يقول أنفسنا
وأنفسكم. زين، هاي آية لرسول الله ولعلي المرتضى عليه السلام، آية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآية في سورة الأنبياء آية 105، الآية شو تقول؟ سليمان قبل لا نروح، سليمان إيش قال؟ قال وأدخلني الحجاتين وما ناسيها، وأدخلني برحمتك في عبادك عفية. هاي شوف، عبادك الصالح، هاي يحفظها، عبادك الصالحين، يتمنى أن يحشر مع عباد الله الصالحين، في عبادك الصالحين. الروح إلى سورة الأنبياء 105 شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها، يرثها يعني يحكمها يملكها، ياو يحكم القاع كلها كلها كلها، كل القاع يحكمها من شرقها إلى غربها، ماكو نبي ولا اكو إمام ملك القاع كلها، بس واحد. زين، أن الأرض يرثها يعني يملكها، يرثها عبادي الله، عبادي الصالحون، عبادي الصالحون. ذاك قال سليمان، قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا ياو الذي يرث الأرض ويملك الأرض، عبادي صالحون، يا هو الذي يملك الأرض بأجمعها. عندنا رواية تشير إلى ذلك متفق عليها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطئ، أول صفة يشابه يعني، يواطئ اسمه اسمي وكنيته كنيتي، فإذا ظهر يملأ أرض عافية. أيا نفس القاع المذكورة بالآية، الآية قالت أن الأرض يرثها، النبي قال يملأ نفس القاع، سبحان الله. القرآن قال أرض والنبي قال أرض، ها؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالح، إيش قال الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إذن عباد الله الصالحون الذين يملكون الأرض، والذي يتمنى سليمان أن يحشر معهم، هو سيدنا الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي. واضح مولاي؟ زين، هسا نرجع إلى أصل الآية. الآية في سورة فصلت آية 33، الآية إيش قالت؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا، اللي كم صفة بي؟ ثلاث. الأولى ذكرناها، ممن دعا إلى الله وذكرناها، ثلاث آراء. الثانية وعمل صالح وذكرناها، مو لا وعمل. الثالثة ما بيها حاجة وايد. زين، الثالثة وقال إنني من مسلمين، أن يكون شنو مولانا؟ مسلم، فلا تموتن إلا وأنتم بعد مولانا. إن الدين عند الله الإسلام، أن يعتقد بالإسلام، أن وقال إنني من المسلمين، أن يعتقد بالإسلام، أن يدخل في الإسلام، وإلا مولانا يعمل عمل صالح. زين، ويدعو إلى الله وهو بعيد عن الإسلام ويعرف الإسلام، يعني على قولتنا يعرف أو يحرف، ما عنده أحسن الأقوال. أحسن الأقوال اللي عنده ثلاث، يدعو إلى الله ويعمل الصالحات ويكون من المسلمين. واضح مولاي؟ زين، هذه الصفات عند رسول الله، وانتقلت إلى علي المرتضى، وانتقلت إلى الزهراء وإلى الحسن وإلى الحسين وللأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا الآن إمام زماننا الحج بن الحسن العسكري سلام الله عليه هو سيد الصالحين، وهو مولى على الصالحين، على الأولين والآخرين الآن. واضح حبيبي؟ زين، هذه العظمة وهذه العزة التي أعطاها الله لآل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأعطى الحسين زيادة، أعطى الحسين زيادة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله أعطى ثلاثة أشياء للحسين ما أعطيت لنبي ولا لوصي. شنو هاي الثلاثة؟ في تربته الشفاء، في تربة الإمام الحسين الشفاء من كل داء. ويقول الإمام الصادق من لم تشافيه تربة جد الحسين فلا شفاء له. طبعا أكو بها شروط وأعمال. زين، في تربته الشفاء. بعد الصفة الثانية يا رسول الله، قال وتحت قبته استجابة الدعاء. تروح تحت قبة الحسين عليه السلام تدعي، تحت قبة الحسين أدعو أولا لغير ثم أدعو لنفسك. هاي اثنين. بعد يا أبا عبد الله شنو الصفة الثالثة اللي أعطاك رسول الله؟ يذكر قال ومن ذريته الأئمة النجباء، الأئمة الأطهار صاروا من ذرية الحسين ولم تكن من ذرية الحسن. هاي الصفات اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى إلى الحسين عليه السلام. ولهذا ممن تشفع به فاطمة الزهراء يوم القيامة قميص الحسين عليه السلام، قميص الحسين.
احنا قاعد نتهيأ لمحرم ان شاء الله، وراح اخذك انا احكي لك الى ان اشوف دمعتك وين الصب، وين يهتز قلبك. اكيد انا ما يحتاج اهز قلبك، انا بس اقول يا حسين، اسم حسين هو اسم حسين. انا اتخطر في احدى السنوات في هذه الحسينيه الكريمه، كان عندنا واحد هنا قاعد ما ادري باكستاني هندي كذا، فكان يبكي بشده يبكي، فانا من طلعت قلت له انت تفهم انت حكي انا شحكي؟ قال لي لا ما اعرف انا عربي. قال والله ما اعرف. قلت له زين ليش تبكي انت بنفس الحسينيه، انت ليش تبكي؟ قال انا اسمع منك حسين زينب، حسين زينب ابكي. هنا قاعد هناك بالزاويه كان ما اشوف اهلي يوم انا، يقول انا اسمع منك حسين وزينب وابكي. خلاص الرجال ما يفهم لا لغه عربيه، سبحان الله هذا الحسين شو مسوي مولانا؟ هذا الحسين الذي فدا كل شيء، كل شيء فداه لله سبحانه وتعالى، وضحى بكل شيء لله سبحانه وتعالى، ويخل خدع التراب يقول تركت الخلق طرا في هواك. هذا الحسين، هذا الحسين اللي يقع على رمضاء كربلاء، يصير على الرمضاء وتجي الحوراء زينب سلام الله عليها، على رأي على رواية تقف عند رأس الحسين عليه السلام، فيرمقها الحسين بطرفه. اشوف زينب واقفة، اخي ابا عبد الله يا نور عيني هل لك حاجة يا نور عيني يا حسين؟ يقولها بلى يا زينب. اقولها الولا حاضر قلبك وين السادة اولاد الزهرة؟ يقولها يا زينب اريد شربة ماء ابرد بها قلبي وغليلي يا زينب، لا اموت عطشان يا زينب. تقول له منين اجيب الماء واسقيك يا حسين؟ ماي ما عندي، خلصت مدامعنا ابا عبد الله. قالها يا زينب اذا ما عندك ماء تسقيني اذا ظللي لي من حرارة الشمس، فوالله قد احرقت وجهي يا زينب. تقول له ابا عبد الله لم يبقى لنا ستر ولا خيام، شلون اظلل لك يا ابا عبد الله؟ يقولها يا زينب ابن لمن جاية؟ حاضر قلبك لو لا. ايش قالت زينب؟ يقول قعدت اللي انفارق اخوه، هنا يتحسس الامر ها، يقول مسحت على رأس الحسين. لمن جاية يا زينب؟ يقول نظرت لي صاحت اخي وردة وادع وياك. الله بالعافية عليك، والله بالعافية عليك، مسجلة الدمعة هذه. اخي وردة وادع وياك خويا وما ينحمل يا حسين فرقك. الله اين المنادي وحسينا؟ لا تخجل ايوا سيدا تمسح زينا اياب على راس الحسين. نايم نايم اخي شلون نوم؟ اي والله اي والله ابا عبد الله ابا عبد الله. نايم اخي شلون نوم؟ نوم وحر الشمس غير رسوم. الله يا زينا يا توجه زينب رفعت رأسها إلى أهلها، حيهم يطارش روح الأهل وتصل، حيهم يحيونك طبق والنوب. السادة السادة أولاد الزهراء، حيهم يوم توسط بالعشيرة وصيح وياها وياها، صيح صيح وياها. اي والله توسط بالعشيرة وصيح، حيهم 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 يا هل زينب خذها وزينب سبي. والله يا هل زينب خذها يا زينب. طولي 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 ما كان ينشاف شافه. اويلي اويلي يا علي يا امير المصعب، صعب على الامام. اي والله صعب على علي بن ابي طالب. طولي ما كان ينشاف شافه، وصوت ما كان ينسمع سمعه. ابوه
حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي. مرحومة هالدمعة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء والبلوى شافي وعافي كل مريض يا الله. بالأخص من قصدناهم من دعاء الأخ عدنان، اللهم من عليه بالشفاء العاجل بعليل كربلاء زين العابدين يا الله. اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي عبد الله الحسين يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائدين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. على جروحي والقمر غاب.